العاصمة المجرية بودابست تحتضن المسيرة السنوية 19 لمثليي الجنس وسط أجواء متوترة وإجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي صدام لهم مع رافضين للمسيرة المحسوبين على اليمين المتطرف والذين تجمعوا في منطقة محادية. شارك في هذه التظاهرة التي اعتبرتها تقارير إعلامية الأكبر في أوروبا الوسطى حوالي 10,000 شخص وانطلقت من محيط البرلمان المجري في قلب المدينة. أشعر بأن ثمة تغيير كبير حصل في بودابست. قبل بضعة أعوام كانت تقع مشادات يتسبب فيها محتجون، اليوم أكثر من 700 شركة في المجر جاءت لتعبر عن دعمها لنا. مسيرة مثلي الجنس تخللتها بعض الحوادث، حيث قُبل معارضو المسيرة بالغازات المسيلة للدموع واعتقل شخصان منهم على الأقل. في العام 2007 وقعت مشادات عنيفة وسط العاصمة بودابست بين مثلي الجنس خلال قيامهم بمسيرتهم السنوية والمعارضين لتنظيمها، وانتهت بتدخل شرطة مكافحة الشغب. نسخة هذا العام تمت في ظروف أفضل بشكل عام حسب العديد من الملاحظين. مهرجان مثلي الجنس كان على العموم سلميا رغم وقوع بعض الحوادث الصغيرة وردود الأفعال المتطرفة، وقد أظهر ذلك أن بودابست في جوهرها مدينة أوروبية متسامحة، يقول مراسل يورنيوز.